جديد بنحيي كل اللي عم بيتابعونا من البلد اف ام، واكيد حين الوقت نكون مع شخصيه البلد لهالاسبوع. اخترناها مختلفه من عالم الصناعه التجاره والزراعه، وضيفنا رئيس غرفه الصناعه والتجاره والزراعه السيد محمد شقير. اهلا وسهلا فيك باذاعتنا. اهلا فيك. يعني هيك على السريع بالاول، كيف احوال الصناعه؟ يعني مش احوال الصناعه، كيف احوال البلد، لانه اليوم الاقتصاد كليته مرتبط مع بعضه. بقى للأسف نحن بال2012 مرينا بسنة كانت صعبة بكل القطاعات، إذا كانت الصناعة أما التجارة أما السياحة، بكل يعني قطاعاتنا الإنتاجية كانت صعبة. ما في يعني، كنت أتمنى يكون في عندي شوية هيك أرقام حلوة اللي كيها، ما في، بس أنا ما فينا نتفائل. بس أنا تعبت من نفسي بصراحة من كثرة يعني الأرقام السيئة يعني يلي وصلتنا للأسف هذه الحكومة عليها. بقى كان هيك بتأمل لو عندي أخبار حلوة اللي كيها، وخاصة أنه هذا أول لقاء لي هيدا السنة، عم بفتتح السنة معك. بقى إن شاء الله تكون هيك سنة خير، وتكون يعني هالحلقة هيدي أما هاللقاء هيدا يجيب أرقام وأخبار حلوة إن شاء الله. هيدا اللي نتمنى، وبيأسفنا أنه يكون الوضع هيك. بلشت أنا على الصناعة أو الحديث هيك على السريع، بس سألنا بين صناعة وتجارة أو زراعة، وين الحال أفضل شوي تنحكي بإيجابيات؟ أنا مثل ما قلت لي كل يعني الاقتصاد كلياته مرتبط بين بعضه. الصناعة خافة هالسنة، سنة 2012 نحن متراجعين 17%. حركة السياحة بتعرفي، يا ما بدي أرجع أقول إنه حركة السياحة، إذا أنا بدي قارن بين 2012 مع 2010 في 850,000 يعني شخص دخلوا المطار أقل، وهذا رقم مخيف. وإذا حنكمل هالسنة 2013 بهذا بالوضع اللي نحن فيه، حتكون كمان أصعب وأصعب من السنة 2012 و 2011 للأسف. يعني مرتبطين ببعض، وكلهم الحالة أو الصورة منا إيجابية، بس نعرف أنه الحلول يمكن بعيدة، ما في حل سحري بيغير المعطيات. بشو فينا نبلش؟ خليني أقول لك شغلة واحدة. تبين لبنان اقتصاده يعتمد على العرب وخاصة أهل الخليج. هلأ كتير ناس عم بتلومني وعم بحكي وعم نسمع وزراء عم بهجمونا. نحنا بعدنا كهيئات اقتصادية اخدين قرار، وان شاء الله يعني نتمنى انه هذا القرار نكمل فيه. ما بدنا نكذب على العالم، عم نحكي الحقيقة. ما بنقدر اليوم نحنا نقاطع العالم العربي ويكون في مقاطعة عربية خليجية على لبنان وفي اقتصاد. استثماراتنا نعرف نحن بسنة 2005 لسنة 2010 كان في استثمارات أجنبية بحدود 4 مليار ل 5 مليار ونص دولار، 80% من أهل الخليج. نعرف قطاع اليوم السياحي 40% من الأشغال في الفنادق خليج، ولكن هن 65% من قيمة الصرف، واقتصادنا مبني عليهم. إجا اليوم بصراحة حكومة لس أي أسباب، أنا ما بدي فوت بأسباب سياسية أمنية اللي بدك، ولكن اليوم هذه الحكومة قاطعت، أما صارت هي سببت المقاطعة، والأخطر من هيك أنه عم تبني حقد وعم تبني عم بتبيعد العالم العربي وخاصة خليجي عن لبنان، يلي طول عمرهم عندهم حب وعندهم حنين لهالبلد وبيعتبروه بلدهم الثاني. مين بيخلق هالمشكل؟ يعني هل من مصلحة الحكومة هي تجيب هالصيت لحالها استاذ محمد؟ يعني في فريق اليوم ممكن يكون داخلي ممكن يكون خارجي، يمكن كانوا معولين انه يصير في حرب أهلية أما طائفية سنية شيعية مسيحية إسلامية لا سمح الله في البلد، ولكن في وعي عند الشعب وفي قرار خارجي بعدم هالشي يصير. اوكي، ولكن اليوم طيب منجي منشوف اذا بدي اخذ انا باللي عم بيصير، لا، في شيء لافقار البلد، في شيء لاضعاف البلد، في شيء ما بدهم لبنان شعب شبعان، ما بدهم بلد مزدهر، ما بدهم اقتصاد قوي. مين ما بده؟ في جهه واضحه، هيدا الطرف اللي انا عم بقول لك عنه يلي هو يعني بده الشر الى لبنان، وعم بيسعى ليمكن حرب اهليه مذهبيه، ما طلع بايده، عم بيسعى يضرب لبنان اقتصاديا، وللاسف لغاية اليوم عم بينجح. للأسف برجع بقول لغاية اليوم عم ينجح. نحن وصلنا لمرحلة في فئة من الشعب اللبناني بلشت تجوع، وأنا دايما بكل حديث لألي عم حذر، إذا الوضع الاقتصادي استمر هيك حنوصل لمشاكل اجتماعية، ومشاكل اجتماعية إذا فرطت ما في قوة سياسية بتقدر تضب،
وشفنا مبارح نحن المشاكل اللي بدأت، شفنا الاحتيالات اللي عم بتصير، في ناس عم بتفوت على بيوت العالم، في ناس عم بتسمم العالم مشان السرقة، صار في جرائم قتل من أجل 500 دولار و700 دولار. إمتى بنسمع بلبنان نحن في حدا بفوت على بيت التاني بحط له سم لسرقة 700 دولار؟ هالقد صارت الحياة المواطن اللبناني رخيصة، مش فات لسرقة مليون واثنين وعشرة وخمستعش ل 700 دولار. في كاهن قتل من أجل 200 دولار وسرقة تليفون الخليوي، يعني حقه 50-60 دولار التليفون. يعني في مشاكل اجتماعية كتير عم بتصير، ولكن للأسف 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 هذه الحكومة نائية من نفسها عن الملف الاقتصادي والاجتماعي. أتمنى أتمنى على هالأهل السياسي يلي ما شايفين اليوم إلا الانتخابات، كل واحد راكد على الانتخابات من أجل مقعد أما اثنين. يا عمي مين بتكون أنتوا بعدين، مين بتكون تحكموا؟ بتكون تمثلوا مين؟ بتكون تمثلوا شعب جوعان أما بلد مفلس؟ خليهم شوي يعني يشوفوا مصلحة هالمواطن، خليهم شوي يشوفوا المصلحة الاقتصادية. حرام الشعب اللبناني ما بيستاهل، هذا الشعب يلي عنده بحب الحياة الكريمة، اللي بحب الحياة، يلي عنده عزة نفس وعنده كرامته، مثل ما فضلت وقلت حرام يعملوا فيه هيك. هون حيأخذ دور محامي الشيطان. نعم. مثل ما بيقولوا. نعم. وهل يمكن الجرائم اللي عم بتصير يعني للطرف يلي حضرتك عم بتحمله مثلا عم بتحمله كل المسؤولية؟ بس بقول لك إذا الحكومة بده يدافع عنا بدك تجيبي 5000 محامي حدك حتخسره. بس تفضلي. بعطي بس هيك وجهة نظر. يمكن الحكومة الجديدة يلي كانت معارضة وأصبحت الحكومة وهي ماسكة زمام الأمور بالوقت الحالي، يعني الفقر يلي عم بيصير لهالجهات يلي عم تسرق أكيد ما صار، يعني هالإنسان معدم بسنة واثنين وثلاثة حتى يصبح مجرم وسارق وهيك، يعني هو التراكمات كمان من خلال سنوات سابقة. ما فيها وجهة نظر؟ في تقارير اليوم بنك الدولي، في تقارير صندوق النقد الدولي. أنا ما بحكي أرقام بس لكب أرقام، وأنا كيف كنت عم بتعامل مع حكومة الرئيس سعد الحريري نفس الشيء، نفس الملاحظات. يوم اللي كانوا عم بيحكوا بتفكير ضرائب كانت ضد الضرائب فكرة. وطلعت أنا هجمت الحكومة وقلت، ولكن ما ننسى أنا كان في حكومة في عم تعمل 9% نمو. أنا بدي أسألك سؤال هلأ، هل تعتقدي إذا هيدي الحكومة قدرت تحقق نمو 4% أما 5% نحن بنقدر نهاجمها؟ يعني أنا ما بقدر، أنا بمس العالم، أنا ما بقدر أطلع أقول الفنادق عم بتسكر طابق ورا طابق، ولا إلي حق أقول المطاعم عم بتسكر، ولا بقدر أقول في عدد شكات مليار ونص عم ترتجع إذا ما في أرقام. أنا في ناس بمثلها، في ناس انتخبتني. هل أنا بدي أسألك، هل سمعت في أي جمعية أي نقابة طلعت عارضت الكلام اللي أنا عم بقوله؟ قال لا محمد شقير ما بمثلنا، الوضع الاقتصادي جيد، نحن وضعنا منيح. أنا بطلع من المقابلة هلأ، بطلع معك من المقابلة بيجيني مئات التليفونات بيقولولي أنت عم تحكي باسمنا، ولكن كان يجب أنك تحكي أكثر لأنه وضعنا أسوأ بكثير. طبعا الوضع سيء، بس ما بدنا ننسى وضع لبنان يلي هو جار سوريا يلي. نعم. الوضع مستفحل جدا جدا، ومنعرف. نعم. يعني قدي لبنان أصلا ما بيحمل، يعني أنه منه وضع كثير طبيعي وحكومة قادي. نعم. عم تشم. نعم. هوا يعني. هل أول بالسنة 2011 كان بدأ المشكل في سوريا؟ طيب ما كان هالقد الوضع سيء؟ بال2012 بأول خمس شهور كنا نحن ما عم نشكي، كنا عم نحذر انتبهوا ديروا بالكم ما نجي للأسوأ، ما نتدخل، ما نعمل، عملنا مؤتمر، عملنا اثنين، عملنا صرخة، ولكن كنا عم نقول بعد في نمو، كانت العالم بعدها يعني الوضع جيد. ولكن اليوم 34% من شبابنا عاطل عن العمل، هيدا رقم بخوف، هيدا رقم يعني بهز أكبر دولة. شو 34% من شبابنا؟ شو عم نقول لهم؟ تخرجوا عدوا عطينا عن العمل ليفوتوا على أحزاب أما ليصير في سرقة أما ما بدي خوف العالم. تعرف شو عدد اليوم السرقات اللي عم بتصير؟ تعرف شو عدد الجرائم اللي عم بتصير؟ ما بدنا نحكي أرقام أكتر من هيك، صدقيني أنا يعني أنا عم بحكي وعم بقطش 50% أما 70% من يلي بعرفه، لأنه بعدنا يعني متفائلين بالمستقبل، وبعدني بأمن أنه طول ما في قطاع خاص، طول ما في اللبناني إن شاء الله البلد بده يرجع يقلع، بس ما يحملونا أكثر ما بنقدر نتحمل. بس بنفس الوقت منحس قدي عنا أيدي عاملة أجنبية بلبنان عم تاخد كمان من مالنا بأكثر من قطاع. ما بعرف إذا بتشوف الصورة كمان، يعني أعداد كتير كبيرة. أنا هذا الموضوع بدك تسمحي لي مو بوافق عليه أبدا أبدا أبدا.
لأنه كيف بطلب العالم تعاملني برا، أنا بدي عامل العالم ببلدي. نحن اليوم في أكثر من 500,000 لبناني عم بيشتغلوا بالخليج وعم بيجيبوا المليارات على لبنان. وصدقيني يا ست ليان، لو ما في هال 500,000 وهالمختربين لكان صار في يعني العالم أكلت بعضها بهالبلد. بقى هيدا عرض وطلب، هذه حرية سوق. هذه نحن اليوم بلد، اليوم من الدستور اقتصاد حر. أنا بدي وظف لبناني، بدي وظف سوري، بدي وظف أي جنسية. مثل ما نحن منروح وعم نصدر هالشباب وهدول ثروتنا بالخارج، يجب أن نستقبل الجميع ونعملهم معاملة مثل طبعا لازم. بس إذا قلبنا الصورة منشوف نحن يعني اللبنانية بشكل خاص اللي بيشتغلوا بالخليج، أو إذا أخذنا مثل الإمارات يعني الإماراتيين يعني مش هني بيقوموا بالأشغال. سو اللبناني ما بياخد محل الإماراتي أو محل الكويتي، أو حتى لما يروح مثلا عم بحكي على بريطانيا ليشتغل، مش بسهولة بيقدر يروح إلا إذا كانوا عرضوا هالمهنة ونحطيت بالجريدة، ولو بده يكون خي صاحب الشغل وبده ياخدني. يعني في إجراءات شوي بتكون تصعبية، بس نحن عنا يعني متاح ومباح للجميع. بدي أقول لك شغلة، بحاجة لألهم، لأنه الأشغال اللي عم نجيب فيها هالعمال الأجنبية على لبنان صعب تلاقي لبناني يشتغلها بصراحة. يعني حق علينا بمحل من المحلات بدي كمان. لا باليوم الإماراتي والخليجي قدي صار في طبقة متعلمة، قدي صار في طبقة دارسة ببلادهم أما بالخارج. ونحن عم نروح وعم ناخد مراكز كتير مهمة. أنا عم بحكيك على هال 500,000 أغلبيتهم مسكين أهم وظائف اليوم وأهم أهم شركات. بقى ما عم بفضلوا اللبناني عن أهل البلد، عم بيشوفوا مين الشخص اللي بيرتاحوا معه أكتر، مين الكفؤ، مين اللي بيعطي، وعم بوصفوا بيستغلوا كفاءتنا بمحل من المحلات. يعني معروف اللبناني شو وضعه. النهضة العمرانية يلي صارت، لو ما العامل السوري مين لقيلي مين عمال كان بلبنان لهلأ ما في بناية خلصت من 20 سنة لليوم. يعني بنرجع عنا مشكل بتربيتنا من الأساس، يعني هذا اللي عم جرب أن نركز عليه. يعني تعددت الأسباب، النتيجة واحدة وضعنا هيك، ولكن لازم من هني وصغار، من هني وحتى أكبر سنا يكون في هالتربية الصحيحة الواحد ما يلاقي الشغل عيب شو ما كان، وبالتالي شوي شوي بيقدر يتقدم بالحياة. بس مثل ما عم حضرتك حتى بتوافقني الرأي وعم قول نفس الشيء، في إشياء بنقول ما لازم يكون واحد يقول لا ما بيشتغل هيك، يقبل يكون جوعان أو يقبل يمتلده يسرق غيره. يعني في دور اليوم انه هالمراكز نحن لازم نشوف. انا بالغرفه عندي مركز تدريب، اول ما وصلت على الغرفه قلت لهم شو قبل ما انا خليني اسال اليوم اعضاء المنتسبين الى الغرفه شو السوق، شو الحاجه بالسوق، ومن ثم ساعتها بعمل انا دورات تدريب. لشو بدي اعمل دورات تدريب؟ لنقول مثلا لهالمهنه، اما لهالشيء واذا ما في طلب بالسوق. هون في المدارس المهنيه، وهيدا الشيء نحن طرحناه خلال المنتدى السعودي يلي قدمنا الورقة الاقتصادية الاجتماعية اللي ستعرض اليوم بالقمة في الرياض. حطينا هذا الموضوع وعطيناه كتير أهمية، لأنه أكبر مشكلة بدها اليوم يعني حيوقع فيها العالم العربي هي موضوع بطالة الشباب. إذا ما قدرنا نخلق فرص عمل للشباب، ما في دولة عربية حتكون حتنقى عن مشاكل، حيصير فيها مشاكل. والعالم العربي يجب أقل له كل سنة يخلق فرص عمل ما بين المليونين والمليونين ونص فرصة عمل للشباب، أما حيكون في عنا مشكلة كتير كبير. نحن هون عم نحس الحوت يلي بيأكل السمكة بالعادة، ومنحس قدي حتى المصالح يلي كانت بإيد الناس العاديين من محلات وكأنه محل. هو وقت ما السمك بيروح وإذا هن جاعوا آخر شيء الحوت ما حيلاقي شيء، حيجوع حيموت الحوت كمان. ما هذا اللي نحن خايفين عليه. اليوم كلياته مرتبط مع بعض، وهالمؤسسات الصغيرة المتوسطة هي عم بتشغل أيضا كمان الكل عم بيستفيد منها. إذا راحوا هالمؤسسات الكبيرة من المصارف ومن كبيرة ترجع تهدي. هيدا الخوف إذا طالت هذه المقاطعة العربية الخليجية على لبنان، هيدا الخوف إذا بسنة 2013 استمرينا هيك، نحن حنوصل على مأزق ولكبير حيكلها يرجع قبل الصغير. هلا حضرتك رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة، يعني ما بدنا نقول إذا للأسف أو لا غير الأسف، بظل حكومة يعني لا تتماشى مع أفكارك الاقتصادية، طب كيف منقرب وجهات النظر؟ يعني بالنتيجة إذا تحت سقف واحد وهيدا هو الوضع، ما فينا نضلنا تخلص ولايتك لشباط 2014. يعني يا بده يصير في طلاق تام يقول أنا ما بدي واحد هالمنصب، يا بده يمشي الحال كرمال نحن الولاد. هذه شغلة، وهذه إذا المشكلة مني بكرة بستقيل، وإذا المشكلة منه نستقيله بكرة. بس
في حدا بيقدر يقول المشكل مني برأيك بلبنان؟ هل في فارقة من هالنوع؟ يلي عنده الجرأة وبده التاريخ يكتب له، وما بده يشوف الشعب اللبناني عم بجوع، وما بده يشوف المؤسسات عم بتسكر، وما بده يشوف اليوم انه بال2012 معدل الشركات المرتجعة يوميا كانت 4.5 مليون، ساعتها بياخد قرار لو شو ما بده يكلفه انه يستقيل حفاظا على ما تبقى لنا من اقتصاد وطني. لو بايدك القرار، شو باول شيء بتبلش لتحسين الصورة الحالية وتعزيز الاقتصاد اللبناني؟ هلا اول شغله، انا اذا عم تحكي انا كرئيس غرفه، اما اذا كنت بحكومه، انا اذا كنت بحكومه بستقيل. انا يوم التاريخ يكتب انه هالقطاع شو عم بيصير فيه، وعم نشوف يعني من 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 الفنادق للمصانع للمؤسسات شو عم بيصير، انا اول واحد بستقيل. هذه 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 كوني اكيد، وما بقول لك اياها ولا ممكن يكون شاهد زور. وانا استغرب اليوم اللي فيه وزراء اللي هن اصدقاء لنا وهن كانوا اساس بالهيئات الاقتصادية وبعدهم موجودين على الكراسي. إذا كرسي مجلس النواب بتعلق هالقد، إن شاء الله ما حدا جيد بيوصل لهذه الكرسي. مجلس الوزراء. سو شو الشغلات يلي ممكن تحركها لو بإيدك القرار؟ أنا بدي فرضية. أول شغلة هي أرجاع الثقة. هي كل شيء مبني على الثقة. أنا هذه الحكومة شو 2011؟ طب 2011 كان الوضع ما في شيء، يعني كانت بدايتها مع سوريا، في موضوع ثقه. هذه الحكومه ما قدرت تعطي ثقه لا للمستثمر اللبناني ولا للبنان الانتشار ولا للعربي ولا للخليجي ولا للاوروبي. هيدا السبب اليوم انه الاستثمارات الاجنبيه نزلت من 5 مليار بال2010، نزلنا لقد ايه؟ لصفر. مش انه ل 50% اما 40% اما 60، لا صفر. ما قدرت تعطي الثقه. تبين اليوم انه هذا لبنان لا يحكم الا بال يعني الا بكل الفرقاء، ما حدا بيقدر ياخذ البلد الى مكان هو بده اياه، ما بنقدر. بده يصير في توافق، اليوم بده يكون في حكومه توافقيه. طب ما كانت مشاكل بالحكومه بال2010 كنا عارفين البلد منقسم كمان وكله، ولكن كان في نمو، كان في سواح. قديش عدد السواح بال2010؟ 2,362,000 سايح، اعلى سنه بيدخل سواح بتاريخ لبنان. حتى من قبل الحرب ما دخل 1,362,000، قد ايه دخل بال2012؟ 1,300,000 وشوي. عم تحكي 850,000 سايح اقل، ونحن معروف انه معدل السايح بلبنان بيصرف 4,000 دولار، من اعلى يعني من اعلى نسبة. اكيد يعني لان عندنا كسياحة بلد يعني يعتبر غالي. احنا منا غالي، بس عندنا السايح اللي هو مرتاح ماديا، مسمين لبنان سوبر ماركت لللوكس، وبيجي على لبنان بده فستان، احلى فستان بلاقي، بده احلى مجوهرات، بده احلى ورد، بده احلى ثياب، بده احلى. هيدا بالنسبه لنا، هيدا بالنسبه لهم لبنان. وهن صدقيني زعلانين انه ليش هالتصرف الحكومه معنا، ليش هالتهديد، ليش قطع المطار، ليش وليش وليش. ما قدن ان طلع قرارات وحتى من فخامه الرئيس ومنع قطع طريق المطار. نعم. مهما كان السبب بعد خراب البصره. يعني ما بيقول واحد ميو فوتار كو جامي. بعد شو معك نيفر تو ليت، بس نيفر تو ليت. بس مش ممكن كمان ترجع تتعزز هالثقه بشكل او باخر؟ لان بنفس الوقت يعني حتى هلا بموسم التزلج يلي بلش، ومن قبل كان في عجقه للاخوين الخليجيين يلي اجوا على لبنان رغم كل المخاوف يلي كانت عم تطلق بليدا. هلا بالعيال هلا ما كان في حدا. لا شو في اللي بنلتقى فيهم وبنشوفهم على شاشات التلفزيون، بنشوف كثير هلا شغله وحده في ارقام اليوم. ما لا بدك انت مش قد يعني قبل في بس انه في ارقام اليوم، في ارقام اليوم في الفنادق اليوم. ليله راس السنه كانت الاوتيلات مليانه، ثاني نهار نزلت من 100% اوكيبنسي ل 40%. ما في طيارات، ما في تسمعي الطيارات مليانه، مزبوط مليانه، ولكن نزلوا عدد الرحلات. كان يجي بالمواسم 4-5 رحلات من جدة كل يوم، عملوهم رحلتين. طب الرحلتين عم يجوا مليانين، يعني انه الوضع جيد؟ لا، برجع بقول ما نلعب على الكلام. وقت ما بنعطي معلومات اليوم صار يا عم، اليوم في ولد، اليوم في انسان ما عنده انترنت، ما بيقدر يشوف، ما بيقدر يعرف اي حقيقه اي رقم. انا اليوم اذا عم اقول لك رقم غلط اليوم، بترجع حضرتك بترك بتفوتي على الانترنت بتقدر تشوفي قديش، بتقدر تتصلي اليوم بنقيب المؤسسات السياحية تعرف الأرقام، بتقول يا محمد شقير عم يكذب علي، أما حكي صحيح. ما بقى في شيء بتخبى.
كله صار واضح وبيطلع عند الكل كان بالجريدة بالتيفي أو بالراديو. وقفة صغيرة بنرجع منتابع حديثنا الشيق مع رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة محمد الشعير. تابعين احنا بيكون مع ضيفنا شخصية البلد لهالأسبوع سيد محمد شقير رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة. وهيك بالفاصل الأول للأسف يعني همومنا كتير عم نجرب نلاقي فسحة الأمل هل موجودة في مكان بعيدا عن الحكومة يا ستيليان؟ مسأليني شيخ عن غير الاقتصاد، أما إذا بدك سأليني عن الاقتصاد البرازيل عن الاقتصاد الهند نمو 9% و13% بس أسألك عن السودان شو؟ والله شوفي أنا برأيي يعني للأسف كل ماشي، الله نتأمل نحن حنضلنا متأملين خير مثل ما قلت لك، وحنضل منقول طول ما في القطاع الخاص اللبناني وطول ما في شعب لبناني لبنان ممكن نضعف ولكن ما بموت. هذا يلي بنتمناه وهذا أملنا الوحيد وحلمنا الوحيد. قبل شوي كنا عم نحكي أنه صار كل شيء بيطلع بالعلن، حسب ما بعرف أنه حضرتك بتغرد على تويتر وناشط يمكن عندك أكثر من 10,600 فولوور لألك. لا عندي على الفيسبوك 16,000 لايكس على الفيسبوك. أوكي. تويتر جديد أنا ما صار لثلاث أربعة أشهر، عندي شيء 1000 وشوي فولوورز يعني اي، وكل يوم بالمساء بعطي بس ما كتير وقت يعني بعد شي نص ساعة 40 دقيقة لانه ما في هالوقت بس، وبعدني انا بحب انه انا بنفسي رد على العالم واتواصل مع العالم. بتحب تعرف هيك اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وبتغرد تغريدات، اخر تغريدات عن شو كانت؟ كانت عم بهني يعني فخامة الرئيس على موقفه بالنسبة لموضوع قانون الزواج المدني، يعني هيدي بدها التوقف. انا اتمنى او اتمنى على فخامة الرئيس هذا الموضوع يعني ياخذه للاخر، وانا بقول لك يعني اذا هذه الحكومه اقرت هذا القانون بتكون قدرت مثل ما بيقولوا شويه يعني هيك تبيض صفحتها السوداء كتير يعني بتبيضها شوي، مع انه كمان كنا منتظرين بركة تتبيض من خلال قانون منح الجنسيه من قبل الام اللبنانيه لاولادها، ولكن اللي صار بالجلسه بالاسبوع الماضي يعني ما توصلنا لشيء. انا كلبناني بستحي انه عندنا قانون، بستحي اذا حدا برات لبنان سالني عنه ما بعرف يعني بغير الموضوع بس حجاوبه انه اليوم المرأة اللبنانية لحقوقها مثل حقوق الرجل يجب انه تكون، ما بتقدر تجنس اليوم، ما تقدر تعطي الجنسية لأولادها، هيدا عيب عيب يعني. انا يعني زوجتي نصها هولندي مع الباسبور الهولندي، ولادي خلقوا بلبنان بعد جمعة اخذوا الباسبور الهولندي، بقى هيدا شي عيب. انا فرنساوي اخذوا الباسبور فرنساوي مني واكيد اخذوا اللبناني طبيعي، بقى هذا الشيء انا بستحي اقول انه هذا القانون موجود بلبنان. للاسف موجود وعم تنقلوه الحكومات السابقه بعرف. يعني بنحس انه طيب العطل عم بيكون الشعيب اليوم يعني. زواج مدني يصير بلبنان والدوله ما تعترف فيه، عم بخلوا العالم تروح على قبرص. طيب بتعرف شو عم بيقولوا للعالم؟ عم بيقولوا انت الفقير ما بتقدر تروح على قبرص وتدفع الكلفه والطياره واوتيل وما بعرف شو والمحامي، انت ممنوع تتجوز، اللي معه مصاري بيروح بيتجوز مدني بقبرص وبسجلوا له يهون، وعم بيصير كتير مشاكل، عم بيصير كتير مشاكل، وخاصة إذا صار خلافات وموضوع الأولاد بصير يمكن الرجل يكون إمكانياته جيدة يقدر يروح يحط محامي ليأخذ الأولاد، المرأة ما بتقدر. يا عمي عيب، لك بتونس موجود، بالمغرب موجود، بالعالم نحن لبنان اللي شايفين حالنا هالبلد متطور وديمقراطي، معنا شيء بخجل بصراحة. اكيد يعني هو النواحي الاجتماعيه انسانيه مؤلمه بتصور اكثر من الاقتصاديه، لان بنقول وليك في تاثيرات خارجيه، ولكن انا بعتقد اذا بنضل نحن كشعب اليوم كلنا بهالمواضيع ايد وحده وبننزل على الارض بنقدر نجبرهم غصبا عنهم يقونوا هالموضوع ويعطوا المراه حقها باعطاء الجنسيه. هيدا يعني شيء كتير ملح من القضايا الملحة، ومثل ما ذكرت حضرتك المخجلة، يعني أنا كمان عندي حالات بعائلتي إنه أختي متزوجة إنجليزي يعني نفس الشيء، وما ما ما بتقدر يعني كمان تمنح الجنسية شو ما كان يعني تراتبية الجنسيات إذا اعتبرنا عم بيصير. أوضاع الناس الاقتصادية وأيضا الاجتماعية أجدد المشاكل، عن شو سألوك؟ شوف العالم يعني اليوم صارت بدها الأقل شيء
من حقوقها، بدها أقل شيء تأمن. يعني العالم ما بقى عم بتفكر بتقلك أنا بدي كهرباء، أنا بدي يكون عندي بيت، أنا بدي أعلم أولادي. هذا اللي أنا يعني برجع شوي لحديثي بالقبل، ما بدنا نوصل لمشاكل اجتماعية كتير كبيرة وما نقدر نعود نمسكها. فعلا في 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 طبقة من الشعب اللبناني عم نشوفها، وعم نشوف كل يوم، عم نشوفها على على محطات التلفزيونات، عم نشوفها بالشارع، عم نشوفها المشاكل عم بتزيد. هالشخص الفقير اللي صار عم بيشوف أولاده بدون أكل وبدون مدارس وبردنين، هذا ممكن يعمل أي شيء، أي شيء، ممكن يقتل، ممكن يسرق، ممكن يدخل بموضوع التطرف من أجل لقمة العيش ليقدر يأمن أولاد أكل لأولاده. نعم، السؤال يلي ممكن كل حدا عم يسمعنا هلا يطرحه بينه وبين حاله، بما أنه عندك الجنسية الفرنسية والجنسية الهولندية، ليش بعدك بلبنان؟ لو أنا عم بسمع كنت هيك بقول إيماناً بيزل كل يلي السؤال الأكبر، السؤال اللي أكبر مش هيك اللي بنسأل عنه، لأنه إذا بعدك قالوا لي كيف بتترك اليوم المؤسسة اللي هي المؤسسة يعني الأكثر انتشارا في العالم. يعني احنا انا بفتخر بشغلي انه جاي من مؤسسة، من اسم، من ماركة خلقت بلبنان، وهي الماركة العربية الاكثر انتشارا في العالم، لانه عنا 37 بلد وجود. برجع بقول لهم لانه مآمن بهالبلد، ومآمن انه بنقدر نعمل شيء، ومآمن انه بنقدر نغير، وهالبلد بيستحق منا انه شوي نضحي. إمبراطورية باتشي يلي حضرتك كنت مسؤول عنها لسنوات طويلة حوالي 20 سنة، كيف إلك قلب تركتها؟ ولو بعدك هيك من بعيد لبعيد أكيد مش تركتها. شوفي، لا هيكون صريح معك، وقت ما قررت الاستقالة من المدير التنفيذي هذا بعتبره كان أصعب قرار أخذته بحياتي. وعندما انتخبت كرئيس الأسكمي، هي أسكمي اتحاد غرف التجارة والصناعة على المتوسط يلي بتضم 23 بلد، 440 غرفة، قلت خلص يعني بين غرفة بيروت وجبل لبنان واتحاد الغرف والأسكمي ما بقدر كمل اثنين. وأنا على قناعة الشخص لازم يطلع من المركز اللي فيه هو بوحده، هو على القمة، ما يطلع هو وقت ما ينزل من القمة. فأنا قلت لا، صار في غيري يعني، وخاصة إخواتي والعيلة وهالمدراء بيقدروا يعني، أخذت هذا القرار واستقلت. أكيد بعدني على مجلس الإدارة، ولكن لا أتعاطى يعني بالشغل يوميا، والأمور ماشي فيه بلاي، الأمور ماشي نشكر الله الحمد لله أنه ماشي، على الرغم من أنه لو أخذنا باتشي والإشياء اللي موجودة فيها تعتبر من الكماليات، فكيف نقدر نفسر المعادلة ببلد يعاني اقتصاديا أنه يقدر يزدهر ويصير فيه اسم الله الفروع المنتشرة بكافة المناطق اللبنانية وبأهم المولات؟ حقلك نحن يعني قدرنا نخلق فكرة كونسبت يعني فيه، وعم نعطي النوعية، والعالم صارت بتقدر تفرق بين طعمة وطعمة، بين برودوي وبرودوي. وبس برجع بقلك يعني لبنان هو اسم من شغلنا يعني، أما نحن أشغلنا الأكثر هي برات لبنان، إذا كان بالعالم العربي أما بالفرقيس. نحن عنا انتشار 37 بلد بالعالم، ولكن صدقيني وجودنا بلبنان هو بسبب إيماننا بهالبلد، بسبب أنه هاي يعني من هون يعني الوالد الله يطول بعمره أسس أول محل هون، ويجب أنه يضل أحلى محل لنا بلبنان بهالبلد اللي هي يعني خلقت هذه المؤسسة. أما إذا بتشوف الاستثمارات اللي حطينا هون، إذا كانت بالتجارة أما بالصناعة، لو بتجي هلأ بتقدر هيك تسحبيها وتنقليها على باخر بلد تاني بكون أحسن بكتير بكتير، ولكن هذا بلدنا، مجبورين نضلنا ونستثمر هون ونكمل هون ونخلق فرص عمل هون، لأنه بالنهاية اللي قوي ببلده قوي بالعالم كله. حقيقة يعني قدمنا انبسط لما نشوف باتشي بأي بلد من بلدان العالم، كان بلدان أوروبية أو حتى مثل ما ذكرنا بلدان عربية، والحمد لله منتشرين وين ما كان، لدرجة يمكن كتار فكروا أنه هي ماركة عالمية تم استيرادها على لبنان أو أخذته الوكالة هي لبنان وعم نصدرها للعالم الحمد لله. هلأ صحح لي إذا المعلومة خاطئة، اخترت الاسم من وراء باتشي بإيطاليا وهي اللي بتعني البوسة، فرجعت بعدين أول شيء خليني أوضح، هي اللي اختار الاسم هو الوالد الله يطول بعمره، هو اللي أسس،
هو رئيس مجلس الإدارة وبعده هو على رأس العمل من وجه له تحيات. بس القصة مزبوطة بالتسمية ولا لا؟ لا لا لا، هو ركب الاسم، هو ركب الاسم تركيب. هذا أكثر سؤال يمكن أنا سألته بحياتي وقت، يعني أنه شو معنى باتشي؟ باتشي ما لا ما في ما في معنى لألا للكلمة. الوالد كان حابب يطلع، كتير ناس قالوا له حط شقير مثلا، كان عنده هالفيزيون هيدي هالفيجن اللي فين أنه بدي اسم صغير واسم كل إذا بدك الجنسيات تقدر تلفظه بطريقة حلوة. كتير عطوا أسامي كبيرة، مؤسسة كذا للشوكولا، مؤسسة ما بعرف شو، أبدا ضل يفكر وقدر يطلع بهذا الاسم. وبقول يمكن أساس نجاح هالمؤسسة هي هالاسم. إن شاء الله بتضل عايشة باسم الحلو. عنا كمان وقفة بنرجع منتبه معك سيد محمد شير. نحن وياكم من جديد بشخصية البلد مع السيد محمد شقير رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة. من جديد منرحب فيك، إن شاء الله مش عم تعبك كثير أبداً بالأسئلة. بالعكس. يعني كان لازم يكون عندنا شوكولا لنضيفك. هلا نضيفك شغلنا. لا هو معك المفروض كان أنا أجيب معي الشوكولا مش لطشي لطشي. أستاذ محمد، المشاركة يلي صارت بمنتدى القطاع الخاص العربي السعودي ويلي ذكرتها يعني قبل شوي، شو الانطباعات يلي ممكن تطمننا بلبنان؟ نرجع للحلاوة شوي. كنت عم تسأليني إنه كل يوم بغرد على تويتر وبنزل، حخبرك شغلة شو 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 نزلت من بعد ما حضرت المؤتمر. هذا كان منتدى القطاع الخاص العربي، كان فيه بحدود 1050 مشترك بهذا المنتدى، كلهم من رجال الأعمال من والمؤسسات الكبيرة بالعالم العربي. غردت إنه تشرفت في هذا، إنه بوجودي في هذا المنتدى، وكل من يعتقد بأن لبنان يستطيع أن يكون يعني اقتصاده ممكن يكون على خلاف عن مع العرب، يا أما يكون متخلف عقليا، يا أما يكون هيدا ضد الاقتصاد الوطني. لبنان إذا بتشوف كبر السوق وحجم هالمؤسسات، ما بنقدر نحن نكون على خلاف مع أي دولة عربية وخاصة خليجية. أتمنى على الكل خلي إجرينا على الأرض، يمكن نجيب الروس ويمكن نجيب الألمان ويمكن نجيب البرازيلية بعد 250 سنة، بس ولكن نحن وضعنا اليوم بدنا أحسن علاقة معهم. هلأ من بعد هذا المؤتمر كان في كرسميين وأنا كنت مشارك إذا بدك يعني شو حضرنا ورقة وعرضناها للرؤساء وهن تبنوها. قدرتوا تقدموا تطمينات يعني من لبنان فيما يخص؟ شوفي أكيد يعني أنا كان أكتر شيء إنه لبنان اليوم العلاقة هي أكبر بكتير ما تكون في حكومة. العلاقة فعلا، وحسيت قديش يعني الشعب السعودي كل مرة بحب وبيعطف على لبنان وبده اقتصاده، بس في عتب كبير بنفس الوقت علينا نحن. إنه اليوم أنا هددتك ما بقدر أرجع من بعد ما هددك بالخطف وبل وأرجع لك تعال عندك، مفروض أعتذر منك ولاقي الطريقة. وكان اعتذار يجب أن يكون من الحكومة، وهذا اللي أنا ناشدت فيه الحكومة مرة واثنين وثلاثة وأربعة. معلش الاعتذار مش عيب، كان تعطي قوة وكنتوا تقدروا يمكن شوية تضبطوا العلاقات. نتمنى يصير في هيك حلحلة سريعة. العلاقة مع يعني عدنان القصار كيف كمان بتوصفها كرئيس الهيئات الاقتصادية طبعا الوزير السابق، ويلي كمان له جولاته وصولاته وكمان يشارك بقمة الرياض الاقتصادية واستكمل مشاوراته حتى مع الخليجيين لزيادة الاستثمار بلبنان؟ يعني الرئيس عدنان القصار له محبة عند الجميع، وما حدا بيقدر يعني ينكر أي شخص قديش شو عمل للبنان وقديش هالشخص يعني محبوب عربيا. فعلا أنا كل سفرة معه وكل منتدى بشوف قديش قدر يبني علاقات، وهذه العلاقات عم بيستثمرها لمصلحة لبنان. ودايما بتركز إنه ما يجربوا يخلفونا لا خلافات، هل في حدا عم بيجرب يزرع خلافات؟ ليش الهيئات الاقتصادية؟ لأن كنا بنحكي لغة واحدة، ممكن حدا يخلفنا مع بعض. أول شيء حكي بالسياسة ما في بالهيئات الاقتصادية، كنا عم نحكي اقتصاد، بدنا مصلحة البلد، بدنا مؤسسات مستهرة، بس لأن الاقتصاد مرتبط بالسياسة بشكل بديهي. اليوم أنا ما في حدا بالهيئات الاقتصادية بيطلع بقول أنا ضد الاقتصاد وضد النمو وأنا ضد الاستثمارات الأجنبية وأنا بدي مؤسسات تفلس، هذا الحكي مش موجود. مشان هيك قد ما حاولوا
يعني الحكومة حاولت للأسف في وقت ما أنه تقدر تشق الهيئات الاقتصادية ولكن فشلت. وأنا برجع بقول لك الهيئات اليوم موحدة أكثر بكتير من أي يوم كان، لأنه مفروض اليوم يعني عم نجتمع أكتر، عم نشتغل أكتر، عم نشوف بعض أكتر لنقدر نشوف كيف نقدر نرجع هيك ننهض بهالبلد عن جديد. والعلاقات مع النقابات يعني أنا عندي علاقة مميزة مع رئيس اتحاد العمال العام السيد غسان غصن اللي يعني بوجه له تحية كبيرة، وعم نحاول يعني دائما نتواصل ونشوف بعض للمصلحة المشتركة، لأنه اليوم حقلك ما في مؤسسة بدون عامل وما في عامل بدون مؤسسة. نحن شركاء بالإنتاج، شركاء بهالبلد، العامل بحاجة لصاحب العمل وصاحب العمل بحاجة للعامل. طبعا هي عرض وطلب وبيكملوا بيكملوا بعض. يعني كتير من الأمور نجرب هيك نجوجلها شوي باللقاء مع حضرتك أستاذ محمد شقير. يعني هالمطالب زيتها أو الأفكار زيتها مع عدنان القصار، يعني التوجه الاقتصادي مشابه، ولا في فكرين يمكن ما بيشبهوا بعض ولكن اثنين إيجابية؟ لا أبداً بصراحة بدي أقول لك شغلة، نحن نتحاور بالهيئات الاقتصادية اللي هي بتضم 14 هيئة. هلأ كل شخص أمرار بيعطي رأيه، ولكن في الأكثرية، ودائما إذا بدك يعني القرارات والأفكار عم بتكون متشابهة، لأنه كلنا خوفنا واحد، اليوم خوفنا واحد، هيدا نحن من كل واحد بمثل ما يمثله بهالقطاع هيدا، وكل واحد خايفين على البلد وخلفين على هالقطاع اللي بمثله. كتير سمعنا انه رح تترشح بالانتخابات النيابية المقبلة، وانا كمان سمعت كتير من مين سمعت حضرتك، وبالتالي انا رجعت يعني عم اتابع لقاءات لك نفيت هالشي. نعم. هل بيقولوا ما في دخان بلا نار؟ نعم مظبوط. هقلك شغلة واحدة، انا سئلت فعلا وانا قريتها بكذا جريدة انه محمد شقير مرشح للانتخابات النيابية ببيروت. انا حقلك انا اصلا يعني بشرفني اعمل نايب لبيروت، وشرف كتير كبير لألي وقدر ساعد وقدر اعمل، ولكن منا واردة عندي بصراحة لسبب واحد. اليوم انا قلتلك اترأس الاسكمي، واذا ما كنت رئيس غرفة لا استطيع ان ضمني رئيس الاسكمي، والاسكمي اذا يعني صار لي 6 شهور واتمنى انه الوضع بلبنان يستقر، اذا كان في استقرار عم بقدر كتير ساعد لبنان من وراء العلاقات يلي موجودة ومن وراء موقعه بالاسكمي. بأنا غير مرشح للانتخابات النيابية، هي بالفم الملقان وبالعرب الواضح، وانا بكل قوية قوية العقلية انا غير مرشح. يمكن حابينك تكون بمنصب معين، يمكن حتى ما بعرف تغريك تكون بالوزارة المقبلة. حقلك شغلة واحدة، برجع بقلك انا وقت ما فتت على الغرفة ما كنت بعرف قديش الغرفة ممكن تعطي وقديش دورة. وقت ما بنيت هالعلاقات مع الخارج قديه عم شوف انه بأوروبا دور الغرف اكتر بكتير من دور الغرفة في, 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 في بيروت. الغرف التجارة اليوم بأوروبا هي اساس الاقتصاد. تعرفي بإسبانيا اللي بروج للتجارة الخارجية مش وزارة الاقتصاد، وزارة الاقتصاد ما ألحق، هي غرف التجارة. هذا اللي عم نحاول نحن نقدر نغير بهالغرف. الغرف ما بس مثل ما العالم تعرف هي تسديقات وخدمات يعني سيرفيس كونسولير، هي لا، هي أكبر بكتير دورة من هيك. وبعتقد بهالثلاث سنين عم نقدر الغرفة تلعب الدور، وعم نقدر نطور بالخدمات. صار في عنا في مركز تحكيم يلي عم نكبره وعم نوسعه، قدرنا هلأ نعمل مركز للميدياسيون للوساطة. العالم كلياته 80% صار وساطة قبل ما يصير أربيتراج. بقى دور الغرفة كتير كبير، وبتمنى اقدر كمل لتوصل الغرفة للمكان يلي انا والجميع بنحلم فيه. بلشت بحزيران الماضي ويعني بتبقى لمدة 4 سنين بالمنصب بالاسكمي. نعم بالاسكمي. لأربع سنين. نعم 4 سنين، ومثل ما قلنا 23 دولة 440 غرفة، حدا لبناني. نعم. وياخذوا الخبرات من شخص لبناني على الرغم من كل الكفاءات، ولكن من بلد يعني ما فينا نقول كتير لامع هالصعيد. وافتخر بشغلة واحدة، الأسكمية اللي عمرها 30 سنة لأول مرة بصير انتخاب. عادة كانت تصير بالتوافق، إذا بدك اتفقوا دول، اتفقوا حكومة هون، مين هالرئيس مين، لكن لأول مرة انتخاب كانت، وقدرت أنه أطلع بالانتخاب. أخذت 15 صوت من 19 صوت. برأيك شو اللي خليهم يصوتوا لك؟
هال 15 إيمانا منهم بالقطاع الخاص اللبناني. انتخابي كان مش انتخاب محمد شقير، كان انتخاب القطاع الخاص اللبناني يلي معروف اليوم بشطارته، معروف بنشاطه، معروف بسمعته الجيدة. يعني ما أثر سمعتنا هلا ووضعنا الحالي الاقتصادي، ما أثر لأن شغلة جديدة يعني. بيعرفوا أنه اليوم فعلا هاللبناني الناجح بالعالم كلياته، اللي وقت ما بتسافري على أي بلد بتشوفي مؤسسات ناجحة وراء اللبنانية، أصحاب اللبنانية، قلبك بيكبر، بتقولي مش حرام هدول لوحدهم هالمؤسسات وهاللبنانية. صدقيني إذا أعطيناهم شوية استقرار بلبنان وأعطيناهم شوية قوانين حديثة، هدول لوحدهم بيقدروا يرجعوا لبنان أحسن من مكان، ويقووه اقتصاديا ويعملوا النمو 10 و15%. وقفة أخيرة لشخصية البلد، ومنتابع من بعد حديثنا مع محمد شقير رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة. وصلنا معكم بشخصية البلد إذن بالفاصل الأخير مع شخصيتنا لهالأسبوع السيد محمد شقير رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة بلبنان. بعدنا تقريبا حوالي ربع ساعة سوا، بدي أرجع لمحمد ونموه، كيف نحكي عن نمو الاقتصادي لطفولتك لاختصاصك وليلي وصلت له، عرفنا أكثر. احنا فتنا بالهموم الاقتصادية ونسينا الشيء الإنساني. هالك شالي على موضوع النمو، خبري كلهم بقولوا لي أنه أنا بهالسنتين نزلت كتير من وزني، ودائما بقول لهم أنا حسب النمو، والنمو على نزول أنا وزني بس نفعت إيه حكومة نفعتني بالشغل الوحيدة يعني بدك تشكرها، في ناس كتير عم يتجاجوا بسنتين شيل 43 كيلو من وزني 43 كيلو بس بقدي ما بدي أرفع أكتر من هيك، يزبطونا النمو وأنا خلاص. هذا كان الحق على الشوكولا ولا لا؟ لا بصراحة ما قال لي كل حق، أنه أنا كان طريقة أكلي إذا بديك يعني ما دير بالي، ما كان دير، هي قرار أخذت هذا القرار، ويمكن شوي إجا متأخر يعني بس حسناً فعلت لأ لبين لك كتير يعني تستنى وقت ما قطعت الأربعين، لأنه واحد قبل الأربعين شي وبعد الأربعين شي، خلينا ندير بالي ببلش ينتبه. بديك إرجع شوي لطفولتك ولا كمان مثل ما قلنا مراحل تطورك الفكري المهني الدراسي يعني تا نعم. وصلت وبقيت ببزنس العائلي لسنوات نعم. طويلة في كتار شو ما كان البزنس عند الأهل بيتوجهوا لشي تاني، بركي تكون نموذج زي اللي عم يسمعونا. شوفي حلك شغلي يعني هذه الشغلة من يعني أنا وعيت وفي حب لهالشغلة هيدا بقلبي يعني، ومثل اليوم أنا بشوف أولادي كمان بيفتخروا بهالمؤسسة بهالاسم. بقى أنا هيك إذا بدك سريعا، أنا تركت لبنان كان عمري شي 14 سنة، كملت مدرسة بباريس وعشت 12 سنة من حياتي وعملت جامعتي بباريس، وما وصار عندي إذا بدك وما كان عندي تعلق كتير بلبنان لكون صريح معك، لأنه بفترة كتير أنا أيام الحرب ما كنت عايش بلبنان، وقت ما تركنا لبنان بسنة 80 كان عمري 12 سنة، ورجعت ب 92 يعني بهالأيام إذا بدك الحلوة أنا عشتها برات لبنان. أنا بلشت حبيت هالبلد بعد زيارة قمت فيها بال 2003 مع الرئيس الحريري الله يرحمه للبرازيل، قد ما كان يحكي عن لبنان ويوصف لبنان، وانا هيك اول كم ساعه انه شو عم بيحكي ما يكون مغلبط، انه انا ما كان لبنان يعني لي كثير، لانه لا حتى كمان لغايه ال 96 كنت بسافر كثير ما اجي كثير. من هون انا شفت انه بلشت حب لبنان من بعد هالسفره معه، واللي خلاني اخذ هذا القرار انه فعلا فوت على الشان العام هو قناعتي وتعلقي بهالبلد، انه هالبلد ما قلنا غيره، كلنا بدنا نعيش فيه، كنا نعيش فيه بس بسلم، كنا بدنا نعيش فيه مع بعض. هيدا اذا بدك اللي خلاني اخذ هالقرار وانتقل من هالمؤسسة الى الشأن العام. من مؤسسة خاصة الى الشأن العام وين احلى؟ شوفي وقت ما اكون مرتاح نفسيا وما في مشاكل وتدخلات سياسي وكذا بتقول الشأن العام حلو، بتقولي انت اخر مره قلت والله حلو صار لي زمان بقى بتقولي هلا. شوفي انا يعني انا بشخصيتي بحب العالم اي وبحب اخدم
إذا بقول لك إنه لا الشأن العام ما حبيته بكون عم بكذب عليكي، ولكن كنت أتمنى يكون بوضع أحسن بكتير. يعني أنا سأبني يمكن أول سنة بولاية الغرفة كان في حكومة، كان في حكومة عم نتشارك معها بالقرار الاقتصادي. كان ما في قرار اقتصادي إلا ما نحن نكون موجودين وعم نفاوض مفاوضات مع تركيا، مفاوضات مع الأردن، مفاوضات مع مصر، مفاوضات كل المفاوضات كانت. أنا بتمنى أي حكومة تكون تشوف القطاع يعني الخاص والهيئات الاقتصادية يجب أن تفاوض بكل شغلة ونكون نحن موجودين معه. أنا يعني من ضمن إذا بدك العتب على هالحكومة ما في رئيس الحكومة ولا زيارة رسمية أخذ معه القطاع الخاص. إذا أنا بتشوف الرئيس هولون آخر زيارة راح فيه على الجزائر أخذ معه 6 وزراء مقابل 42 رجل أعمال. رئيس الفرنساوي أما الأوروبي أما الأمريكاني شو شغلته الأساسية غير السياسة؟ عامل مدير مبيعات لبلده. أما نحن هون مع الحكومة يمكن بس بده يأخذ كل أفراد الحكومة لأن أهم بزنس هني كمشينا بكتير مجال. والله إذا هني مسكينة بيفضل البلد وبس مش هني. إذا هني مسكينة ما بعتقد هني عم يفرغوها مش مسكينة. بياريت ياخدوا يلي مسكينة فعلا بكونوا بيتعود يعيش خارج لبنان وشوف التعاطي إن كان على نواحي اقتصادية أخلاقية كله على بعضه بيلاقي من الصعب التأقلم مع الأجواء اللبنانية. كيف تأقلمت؟ هقلك شغلة واحدة، أكيد كان بالبداية كتير صعبة بالنسبة لي وقت ما رجعت من باريس لهون، بس أنا حتى وقت ما كان شغلي بالمؤسسة ما كان بلبنان، أنا كنت مركز بلبنان ولكن عم دير شغل باتشي بالعالم، ما بتعاطى بالشأن اللبناني. حتى وقت ما كنت بالشركة لبنان ما كنت أنا مسؤول عنه، كنت دائما أقول لا أخوي لطير الله يعينك إنه أنت عم تشتغل عم تشتغل بلبنان. نحن صدقيني ما بدنا إذا في اليوم قرار سياسي في مشاريع كتير موجودة بمجلس النواب إذا أقروها ممكن نحسن كتير هالبيئة الاقتصادية. أهم شيء المستثمر شو بده تسهيلات. في عنا قوانين موجودة مجلس النواب للأسف في أفكار كتير، يعني وين قانون اليوم اللي هو مشان دعم المستثمرين؟ وين القانون لتشجيع الاستثمار؟ تشجيع الاستثمار عمل القانون الله يرحم الرئيس الحريري بسنة 2000 سنة 2013 بعد ما تغير في كلمة. إذا بتشوف سألتينا عن السودان شوفي معلش أنت تشجيع الاستثمار القانون بالسودان وقارنيه باللبنان شيء واحد يعني بيخجل من نفسه. بدنا تجي حكومة أي حكومة جديدة تجي تقول الملف الاقتصادي أولا وثانيا وثالثا الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد، بنقدر نرجع نعدل بهالقوانين. اليوم ما بيصير ولا يجوز شخص جاي يعمل استثمار عقاري بلبنان ب 200 500 مليون دولار بده ينطر سنتين ليأخذ الرخصة، يعني سنتين للرخصة واربع سنين ليعمر وبياخذ له 3 سنين ليعمل فرز، يعني 8 سنين. إذا هيدا 8 سنين حيعيش الزلمة 80 سنة، يعني 10 سنين من حياته راحوا فقط لبناء مشروع. يعني طب قبل كيف كانت عم بتصير؟ ما القانون نفسه كان وكان عم بيصير فيها هلأ شغلة واحدة. طول عمره تحرك. أنا طول عمره في مشاكل بالدولة، طول عمره في فساد بالدولة، ولكن كتير زايدة بهالفترة. هيدا موضوع كتير كبير، يعني أنا أتمنى أنه ننهي اللقاء معك هيك بأخبار حلوة فتحته، ولكن الفساد انتقل الفساد اليوم من فساد لمؤسسات صارت أقوى من الدولة ومسيطرة هي على الدولة للأسف. إذا هذه هالقد الصورة قاتمة. باتشي قد فتح فرص عمل للبنانيين؟ في عنا أكثر من 4500 شخص بيشتغلوا بالمؤسسة باللبنان وبالعالم، عدد لا بأس فيه، يعني عدد كبير. وبتخيل قدية بلبنان في أكتر من ألف شخص، وفي عنا 2500 عائلة اللي هي هدول بيشتغلوا ببيوتهم، لأنه نحن بالصناعة عنا كتير أشياء أرتزانة بتنشغل يدوي بيشتغلوها بالبيت. بقى عنا 2500 عائلة بالإضافة لألف موظف بلبنان، وفي شي 3500 بالعالم. إذا للتذكير كم فرع حول العالم لباتشي؟ عنا إذا مش غلطان 174 فرع صار بالعالم ب37 دولة. 37 دولة، وأكيد يعني بيكون عينكم على بعض الدول كل قريبا رح تكونوا موجودين فيها. يعني بسياسة الشركة كل سنة عنا بين دولتين وثلاثة عم نفتح جديد، ونشكر الله من هلأ لخمس سنين
يعني مسكرين إذا بدك الفرنشيزات أما التوسع، لأنه في طلب أكيد مش برات العالم العربي. الحمد لله. كيف بتعيشوا المنافسة؟ أنا بسمع كلمة من الوالد، إذا ما في ببلد منافسة لازم أنت تخلق المنافسة، إذا ما في منافسة واحد بعيش على أمجاده وما بيقدر يتقدم. المنافسة شغلة منيحة، ولكن تكون منافسة بطريقة مهنية وبطريقة شريفة وبطريقة محترمة، منافسة جيدة. وكيف المنافسة بلبنان؟ شايفها هيك بشكل عام؟ تناخد إيجابيات. أنا بتعلمت كلمة كمان من الوالد، إنه هدول مش منافسين، هدول زملاء في المصلحة. هدول كلمة أحلى بتطلع. هدول زملاء في المصلحة، وعلاقتنا جيدة مع الكل، وأصدقائنا الكل، والكل جيدين، وكل فيهم الخير. يعني قدية يعني ما صار لك زمان مش عم تهتم بشكل مباشر، بس بعدك بالأجواء بالدم الشغل هيدي أكيد ما بيقدر واحد يطلع منها، بصير في إدمان، كي بيقولوا إدمان الشوكولا، فإدمان كمان هالنوع من الشغل، وعم تشتغلوا بشي حلو، يعني في كتير من الفرح، يعني بيصير واحد بحس بشغل مش ما صعب عليه. أي واحد بفوت على باتشي مبسوط، إذا فات بده يتجوز، أما إذا إجي بيبي، أما إذا فرش بيته، أما إذا بده ياخذ هدية، أما إذا بالعيد، يعني هي جو باتشي، جو الفرح. مشان هيك يعني منحس إنه بيظهر واحد على حياة برا فيها مشاكل كتير، ممكن مشاكل اقتصادية، سياسية، أمنية وما إلى ذلك، مثل واحد عم بعيش الضدين. معك حق. بس الشوكولا أعطي ستريس، فهيدا هو يلي بيساعد يقدر واحد يتخطى. لا، وحتى صحيا، خاصة آخر 5 سنين قد ما طلع دراسات انه الشوكولا يعني منيح للقلب، للشرايين، هيدي بوافق بالرأي. يعني هيدي كتير مهمة. لبنان شو بيعني لك اليوم من بعد ما تعرفت عليه عن قرب وكنت عايش بعيد عنه؟ صدقيني احلى بلد بالعالم، ولكن لبنان بده استقرار فقط لا غير. اعطينا استقرار. مشكلتنا انه انا شخصيا بعد ما عشت يمكن فترة كتير كبيرة من حياتي، وكل شهر يمكن بسافر على اوروبا، ما بقدر بقى اتخيل نفسي عايش برات هيدا البلد، رغم كل مشاكله بضل من احلى دول العالم. اللي بعده بخليك هيك متعلقة بهالبلد، انه بتحسي بعد في العالم، في بقلبها خير، بعد في ناس بتساعد، بعد في ناس عم تدعم، بعد في ناس بتقلك انا عم بستثمر بلبنان لشغل ولاد الضيعة، اما لشغل ولاد ما بعرف مين، بعد في اذا بدك هالنفسية الطيبة، بعد الجار بساعد جاره والخي بساعد خيه. هيدا الشيء اللي نحنا بعد موجود عنا، وللأسف بأوروبا، اما بالغرب كتير يعني عبين كرد هالإنسانية الموجودة عنا. ولما بتشوفي هال اذا بدك هال يعني هال القطاع، مش القطاع الخاص، اما هالمجتمع، هالمؤسسات الخيرية، اذا هالمساعدات اللي عم بتصير، كان يمكن وضعنا اصعب بكتير بكتير من هيك، بس المبادرة الفردية هي اللي عم بتخلي هالبلد بعده واقف على اجري. نعم. العائلة شو بتقلك؟ وخصوصي بيقولوا اصعب شيء الشغل ضمن عائلة. انتو الحمد لله يعني من دقلكن على الخشب متمسكين بما يكفي لنشوفكن. كلياته بالاساس كيف بكون يعني راس الهرم اللي هو الوالد. نحن اذا قدرنا نستمر ونحب هالشركة ونطور بهالشركة، لأنه اجينا شانس كتير كبير أنه الوالد منفتح وعليه ديمقراطية. يعني من أول ما فتنا نحن منصوت ضده، القرار أكثرية تغلب، ما في ديكتاتورية بالشغل. ومنشوف كتير مؤسسات للأسف كانت عملاقة عائلية، ولكن الجيل الثاني ما اتفق مع هيدا وما قدروا يطوروا. بقى هيدي الشغلة المنيحة، ونحن فعلا انه شركة عائلية، ولكن بمجلس ادارة عنا اشخاص برات العائلة اللي هن بصوتوا معنا وبعارضونا، والاكثرية هي اللي بتمشي. كم شخص انتو بالعائلة؟ اللي بمجلس الادارة نحن 6، وفي 3 برات المجلس، برات العائلة. يعني الله يخليكم مجموعين لبعض. نصيحتك للشباب اللبناني يمكن هلا عم يسمعوا، بيقولوا بلشت رحلتك بدون صعوبة لأن دراستك كانت خارج لبنان. نعم. يعني هذا بيعطي أول بوش إيجابي. نعم. بحياة الإنسان، بينما يمكن هلأ جيل اليوم عم يتعلم بس ما في عنده هالملعقة من ذهب ليبقى. مزبوط. بس عم نشوف كتير كمان في جيل جديد عم بيطلع وعم بيقدر يعني بأفكار، عم بيقدر يأسس مؤسسات صغيرة، ولكن المؤسسات عم تكبر. أنا ما عندي خوف، عملت كذا لقاء بجامعات وشفت جيل الشباب، وفعلا كانت كل ما هيك
هيك يكون شوي عندي احباط من هالبلد واعمل لقاء مع الشباب اطلع هيك بقوه واطلع بايمان انه هذا البلد ما ممكن يموت طول ما فيها الشباب. وقت ما بتشوفي بهالعشرين السنه بذكائهم وبافكارهم وبطموحهم طول ما في هالشاب اللبناني هذا البلد حيستمر اقوى واقوى من مكان. سر النجاح بلبنان اليوم؟ سر النجاح ما بس بلبنان وين مكان هو بده أي شيء بده ينبنى بكل صراحة على الصدق. أي شيء واحد بيقدر يعني يلعب مرة اثنين ثلاثة ولكن حتى بكل شيء بأي علاقة واحد بشغله مع الموصفين مع لازم يكون في الصدق اليوم ويكون في إذا بدك يعني السمعة الطيبة هي كمان من اللي بتلعب دور. إنسان قد ما كبر لازم أنا برأيي يضل إجري على الأرض يضل يحافظ على سمعته يضل يحافظ اليوم على إذا بدك على البيئة كيف هو يعني أنشئ لازم يضل مستمر بنفس الطريقة. ختاما هل محمد شقير متفائل بعد كل اللي قلناه؟ أنا أكيد متفائل. أنا بقول بال 2013 سنة حتكون صعبة ولكن إن شاء الله يعني الفرج أنا أتمنى أن يكون قريب. برجع بقول لك طول ما في قطاع خاص بيأمن بهالبلد طول ما فيها الشباب طول ما في اللبناني لبنان ما ممكن إلا ممكن يضعف ولكن لبنان ما بيموت. إذا قرروا أو صار القرار وفي إجماع لازم أكيد نشتغل على الصناعة على الزراعة وعلى التجارة كلهم سوا يعني بلبنان مش منفصلين وين أسهل نبرع بلبنان بأي قطاع؟ شوف اللبنان التجارة أكيد نحن الصناعة مع العلم نحن بلبنان صناعيين أكبر من تجار لأنه مصانعنا هون. الصناعة كتير شغلة مهمة ولكن مستقبل لبنان هي بصناعة الخدمات يلي انشهرنا فيه هي صناعة الخدمات هي مستقبل لبنان. كتير وقت ما بحكي الحكي في الصناعة يعني الصناعيين يمكن بيزعلوا أما هيك بيعتبوا علي ولكن خلينا نكون في كتير أمور ما بقى نقدر ننافس فيها برا. ما حدا يعمل صناعة إلا إذا فيها شيء هيك فالور أجوتي فيها شيء قيمة مضافة بهالصناعة هاي يا أما صناعة الخدمات هي مستقبل لبنان. لو بدك تتسلم حقيبة وزارية نعم تختار صناعة زراعة اقتصاد بشو بتبلش؟ تجارة بتبلش صراحة تجارة. أنا يعني حتى بمؤسستنا كنت بالتجارة بفتح محلات بالمعارض هذه الشغلة بدمي. صناعة بحبها ولكن ما بحب اشتغل فيها. نشتغل تجارة وأكيد بنوصل ونحن عم نرجع لأيام الفينيقيين يلي كانوا من أوائل الناس يلي تاجروا عبر البحار. محمد شقير يعني أخذنا فكرة إن شاء الله نكون نقلنا بعض الإيجابيات للمستقبل. بدي أتمنى لك كل التوفيق وشكرا لحضورك بإذاعتنا. في دفتر التشريفات لو هلأ بدك تكتب كلمة شو بتكتب فيه؟ لا رح ترجع تكتبها يعني. بدي أقول أنه سعدت جدا باللقاء معك وكانت فعلا يعني حلقة بلشنا فيها 2013 كانت يعني حلقة حلوة كتير. بتمنى لك ولجميع العاملين بهالمؤسسة دوام النجاح والتوفيق. شكرا لك محمد شقير وشكرا لكل يلي تابعونا بحلقة اليوم. شكرا لمهندس الفترة جورج ومنلتقى فيكم إذا الله راد نهار التنين بصباح البلد من جديد 7:30. باي باي.